ليست المرة الأولى ولم تكن الأخيرة. هكذا عودتنا دائما مؤسسة العرب في مظلة التحالف الوطني أنها تقف لتقدم كل ما بوسعها لخدمة المواطن الأكثر احتياجا. هذه الأجهزة التي تراها بعينيك تم تسليمها لخمس عشرة فتاة من محافظة كفر الشيخ لتعود شمس فرحة تشرق في قلوبهن من جديد. أي منظمة للمجتمع المدني بتجمع على بذل المجهود وعمل الخير للمجتمع بيخلي المنظمات دي الناس تحس أنها متشاركة معاهم مع مشاكلهم، أن الدولة بكامل فئاتها ومجتمعاتها متشاركة مع مشاكلهم وأفراحهم وخلافه. هي مؤسسة العربي بتقوم بتقديم هدايا ل15 عروسة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها محافظة كفر الشيخ. مؤسسة العربي ما بتتأخرش عن تقديم أي جهود لمساعدة ذوي القدرة والاحتياجات وذوي الإعاقة، وجايين النهاردة إن شاء الله علشان خاطر التكافل الاجتماعي مع التحالف الوطني والتحالف التنموي الموجود في مصر بحالة بناء على تعليمات السيد الرئيس. عمل خيري تقوم به المؤسسة من أجل تخفيف العبء عنهم. هذه هي الفئات الأولى بالرعاية كما حددتها حقوق الإنسان بديوان المحافظة، ليكون لهم نصيب في معيشة طيبة تشعرهم بمزيد من الفرحة والسعادة. جزاك الله كل خير أولا، وفرحتي كبيرة باللي انتوا ساعدتوني. ماما راحت المحافظة وقدمت الورق وكده وهم قبلوه يعني، وبعد كده جم عينوا عندنا في البيت واستقالوا لنا عينا بعدها وقالوا ان احنا هنستلم الحاجة النهاردة وكده. مبسوطة بحضرتكم جدا، ده جامد، وبدعي لكم بكل من كل قلبي، بدعي لكم ربنا يصلح حالكم يا رب يوفقكم. تقول نجا بالنسبة لان الحاجة دي جت، مبسوطة جامد جامد والله. لا تعد هذه الأجهزة التي تحملها الأهالي مجرد صورة مادية لكفاية حاجة أسرة بعينها، لكنها تعتبر رسالة أمل تبعث لكل من يحتاج إليها، رسالة تؤكد دور مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين الذين لم يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين بعنوان لطالما سمعنا عنه، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.